بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي في الله، مواقع ومنتديات وقنوات كثيرة تتحدث عن أحداث آخر الزمان، وهل نحن حقيقة في آخر الزمان أم لا؟ تريد جوابا؟ نعم، نحن في آخر الزمان، لكن عن الساعة تسأل وقيامها لا يعلم علمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم، هل سأعلم أنا أو غيري؟ فإخواني الكرام، الساعة ستأتي بغتة، لا أحد يعلم وقتها، والعلامات الكبرى أيضا ستأتي بغتة في وقت لم نكن نحن نتوقعه أبدا. لكن هناك علامات تكلم عنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقال منها مثلا تفشي الربا والزنا وعقوق الوالدين والهرج يعني وترك الدين وارتداد الناس عن دينهم ودخول الناس في مشاكل يعني التي نعيشها اليوم. والله إخواني الكرام، أنا أقول لكم كلمة حق، أن ما ترونه اليوم يعتبر نعيما مقارنة بالقادم. صدقوني إخواني الكرام، ما ترونه اليوم يعتبر نعيما، نعيم نعيش فيه ونحن لا نشعر. واضح أم لا؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يقول الله سبحانه وتعالى. فنحن إخواني الكرام قمنا في زمن لم نجوع فيه ولم نتعب فيه كما تعب آباؤنا وأسلافنا، ولم يعني نلقى فيه أتعاب كثيرة كما تعبوها هم، ويعني بصراحة يعني نعيش في فترة تعتبر فيها رخاء. لكن البعض يقول لك كيف تقول هذا الكلام؟ لا، أقول لك أنك في نعيم، أنت لم تبت في البرد، أنت لم تبت في الصحراء وتكون من حولك الأفاعي والعقارب والذئاب والضباع وغيرها. أنت تستطيع أن تفتح بضغطة زر، أن تفتح التكييف وتنام نومة العروس، غيرك والذين سبقوك لم يناموها. إذا إخواني الكرام، من هنا نستنتج الشيء، أن العلامات التي يتحدث عنها بعض الناس صحيحة ونحن فيها، لكن قيام الساعة ما زال شوي إخواني الكرام، صدقوني إخواني الكرام. لذلك أقول لكم استغلوا الفرصة وحاولوا أن تصلحوا ما أفسدتموه في حياتكم، واعتمدوا على الله إخواني الكرام، ولا تعتمدوا على الأحلام، ولا تعيش على وهم يعني قد يقع أو قد لا يقع. فنحن دائما نحاول أن نبشر، فنحن نتبع نصيحة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بشر ولا تنفر، وأعطيك شحنة إيجابية كي تواصل أنت الطريق. ربما تكون تعبت أو لم تجد ماء، فأنا أعطيتك شربة الماء بإذن الله، لست أنا ولكن أنا سبب. فأقول لكم أخواني الكرام، لمن هم مهتمين بأحداث آخر الزمن ومهتمين بهذه الأمور أخواني الكرام، أقول لكم أن وقتها ما زال شوي، لكن ستأتي بغتة هي، لكن ما زال، لأننا لم نشهد أي علامة من العلامات الكبرى. وكم كثر حديث في المنتديات أخواني الكرام عن الإمام المهدي ومتى يظهر، وكل واحد يقول في كلام، وناس تشوف في رؤى عن الإمام المهدي، والرؤى أنا تابعتها ورأيتها. وقول لبعض الناس اتقوا الله فيما تقولونه على هذا الرجل، وكل واحد يفتي بعقله، وكل واحد يفسر من عقله إن شاء الله سمع، وكل واحد يعني أيضا يدعي أنه هو هذا الشخص. فأقول لهم أخواني الكرام، هذه مسؤولية، إذا كان هذا الشخص سيبايع وهو مكره، وأنت تقول أنك أنت أو يعني، فلماذا لا تخلص الناس من الألم الذين يعيشون فيه؟ والله ولي التوفيق. هذا هكذا فيديو إخواني عملته كي أدردش معكم فقط، وأخبركم أن باب الخير ما زال مفتوح، وباب التوبة ما زال مفتوح، وباب الأمل ما زال مفتوح، وأبواب ربي لا تغلق أبدا، أبواب رحمة الله لا تغلق. فحاولوا إخواني الكرام ألا تزعجوا أنفسكم بهذه المواضيع، ما دمت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تؤذي أحد، ليس لك إلا طموح، تريد أن تعيش حياة كريمة، وتريد أن تلقى ربك وهو راض عنك، وتريد أن تسعد من حولك، فلا تخف ولا تبقى تبحث على هذه الأمور وتتعب عقلك. اعبد الله حتى يأتيك اليقين، هذا هو من الآخر، ولا تبقى تشوش في نفسك، وهذه القناة قالت، وهذا يتكلم عن كذا، وهذا كذا، وأعمل كذا، اعمل ما في نفسك، فعلنا وإياكم ترزقون إخواني الكرام، أقولها لكم من الآخر، اعمل ما في نفسك، ما ترى ربك يعني، أنت تعرف صلتك بالله، وتعرف أن الله راض عنك بتلك الطريقة التي تعبد بها الله، تكون يعني في نطاق المعقول،
توكل على الله ولا يهمك في أي أحد، فلا تتعب نفسك ولا تبقى تشوش في أفكارك. فكل ما نقوم به نحن وغيرنا في القنوات أننا نقول لك مثلا اقرأ الصورة كذا 20 مرة، اقرأ كذا، كل هذه إخواني أقولها لكم حقيقة خزعبلات، والله خزعبلات ولا أساس لها من الصحة. إذا أنت تعبد ربك محبة سيؤتيك ما تتمنى، لكن تعبده على مصلحة أقرأ سورة البقرة 20 مرة يا ربي يعطيني كذا، لا أرى لك فرجا قريب فأراه بعيد شوي. توكلوا على الله فهو مولاكم، واستعينوا بذكر الله فلن تضلوا أبدا. توكلوا على الله إخوان الكرام، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.